السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ. اليوم فضل بعض التمارين في درس المعادلات. إذا كما ترون طرح التمرين الأول هو عبارة عن معادلات بسيطة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. إذا المعادلة الأولى 6 إكس ناقص 7 تساوي 2 إكس زائد 1. المعادلة الثانية 7 على 3 إكس زائد 5 تساوي إكس ناقص 3. والثالثة 4 ناقص بيان قصير واحد ناقص اثنان اكس تساوي ناقص سته زائد اكس. واخيرا المعادله ناقص واحد الكل على سته ناقص اثنان اكس زائد واحد الكل على اربعه تساوي واحد على ثلاثه. اذا كما تعرفون ان المعادلات هي لا تكون معادلات من الدرجه الاولى فهي معادلات بسيطه جدا. اذا غير اننا نمشي نهتم بالمراحل المتبعه. اذا سته اكس المعادلة تعني
Egyetik szellemben, egyetemi szellemben, egyetemi szellemben, egyetemi szellemben, egyetemi szellemben, مسبوقة بإشارة سالبة إذا
Napisita زائد إكس شيك. لأن الخطوة الأولى قلنا غير تفصيل الطرف. إذا أربعة إكس لما نحاول نرسمه وفي نفس الوقت غادي نقلبوا الحدود المتشابهة. إذا زائد اثنان إكس زائد أربعة ناقص واحد تساوي ناقص ستة زائد إكس جديد. لما نحاول نقلبوا الترتيب هذا إذا الأربعة إكس زائد اثنان إكس هي إذا هذه واضحة هي ستة إكس أربعة ناقص واحد هي زائد ثلاثة إذا تساوي ناقص ستة زائد إكس. إذا حصلنا على معادلة بسيطة جدا. إذا لم نتبع أيضا نفس اللي كنا نقوله قبل أن دائما المجال في الطرف والمعادلة في الطرف إذا ستة إكس ثم نلاقي إكس غيرتها في الطرف الأول يصبح ناقص إكس تساوي إذا ناقص ستة زائد ثلاثة في الطرف الثاني تصبح ناقص ثلاثة. إذا لم نصف الطرفين عندنا حل واحد إكس يعني ناقص واحد إكس. إذا ستة ناقص واحد هي إذا خمسة إكس تساوي ناقص ستة ناقص ثلاثة هي ناقص تسعة. إذا دائما هو إيجاد قيمة إكس عشرة في هذه الحالة نقسم على خمسة وكذلك نقسم على خمسة. إذا ما يقع هنا اختزال وبالتالي نختار إكس تساوي ناقص تسعة على خمسة. جميل. فإذن حلو أن هذا هو ناقص تسعة على خمسة. جيد. إذا غادي تبقوا تسجلوا هذه المعلومات إذا في انتظار أننا نقوم بحل هذه المعادلة. إذا ممكن تشوفوا المعادلة الأخيرة ماذا تلاحظون؟
Alba, se quedaron las bolas en esa sala. Alba, ¿cómo? ¿Hello? 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 ¿La pestisa? ¿Hello? ¿Hello? ¿En el caso de que me haya hecho la vida aquí, ¿qué me haya hecho la vida? Thank you.
de nationale eindtijd, de bedrijf de nationale eindtijd, dat ons nu. En daar is ook niet een bezoek. Ik schiet het dus heel weer, dat is gaan staan. Hij laat het leven. Ik zeg het gewoon maar, hij loopt waar hij de إذا هو إذا أتركم أعزائي التلاميذ، أتمنى
bom